مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. خلال هذه الحرب على قطاع غزة ظهرت الكثير من الأعمال الخيرية لعدد من المؤثرين. أمان الكحلوت صانعة محتوى فلسطينية استطاعت أن تصنع نجاحا بأسلوبها العفوي. دعونا نتعرف على قصتها في هذه الجولة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عارفين عن نفسك أكثر؟ أنا أمان الكحلوت، مؤثرة وصانعة محتوى بما يخص الطبخ والثقافة الفلسطينية في غزة. بالأساس أنا كنت مترجمة، بعدين قررت أني أستثمر نفسي في مجال السوشيال ميديا والتأثير. احكي لنا عن معاناتك مع النزوح. والله شوفي يا خالتو، أكثر إشي صعب كان عليا في النزوح هو أنه أنا عندي طفلتين، ما بين التنقل من مكان لمكان وما بين الضياع والتشتت، وبرضو أنك بتخافي على أطفالك جوليا وسلمة، خوفهم من الحرب، خوفهم من الصواريخ، كمان الأزمات النفسية اللي مروا فيها بسبب الأصوات الشديدة اللي كنا نتعرض إلها. كيف معاناتك كأم لطفلتين في ظل هذه الحرب؟ أكثر إشي كان صعب علي يا خالتو إنه أنا بناتي أطفال، وبداية الحرب كان واضح جداً إنه اليهود قاعدين بيستهدفوا الأطفال بشكل مباشر. كنت لما أشوف الأطفال مقطعين ومستهدفين وشهداء أحزن كتير، وأحس إنه هم ما بيفرقوا إشي عن بناتي، وإذا اليوم استهدفوا هدول الأطفال أكيد بكرة رح يستهدفوا بناتي. فأغلب المعاناة اللي كنت أواجهها القلق النفسي والتوتر إنه أنا بدي أحافظ على بناتي وأحميهم. كمان من المعاناة اللي كنا نواجهها بالحرب هو توفير الغذاء السليم لأطفالنا. الآن كل الأطفال بغزة دون استثناء وبناتي أولهم بيعانوا من سوء تغذية بسبب شح المواد أو ندرتها تماما، وبيتبعها إنه بناتي صار عندهم نقص في الكالسيوم ونقص في الحديد للأسف الشديد بسبب هاي الحرب. الحرب شو أخذت من أماني؟ الحرب يا خالد أخذت مني كل إشي، أخذت بيتي وحياتي وشغلي ومشروعي وهويتي. أكتر إشي بعز علي إنهم طلعوني من غزة، سلخوني سلخ عن هويتي اللي أنا بحبها، عن أرضي وعن الهوى وعن الشوارع. أكتر إشي بزعلني إنه أنا كصانعة محتوى وشيف كنت بتفنن في تقديم التراث الفلسطيني بشكل عصري وبفتخر فيه إنه أنا بمثل هذه الفئة الجميلة في غزة، إنه أنا الآن مش قادرة أمثل هذا الجمال أو أمثل هاي الهوية. احكي لنا عن المبادرة اللي أطلقتيها لأطفال شمال القطاع. أنا محلي دمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي مع بيتي، ولكن بفضل من الله المخزن تبع محلي ظلوا موجود. أول ما انسحبوا اليهود من منطقة البيت اللي موجودة فيه هي البضاعة، بادرت أنا وصديقاتي اللي بالشمال إنه نوزع هي البيجامات على الأطفال، تحديدا فئة الأطفال، لأنها كانت هي بضاعة شتوية كنت هفتتح فيها موسم الشتاء، ولكن ما شاء النصيب يعني وزعتها على الأطفال. وكنت أحس سبحان الله بدفء لما ألاقي الأطفال دافيانين ومبسوطين باللبس الجديد. أولا وأخيرا أنا أنتمي لغزة، وأنا أنتمي لهي القضية، وأنا أنتمي لهدول الناس، فأكيد أنا صرت مشهورة بسببهم، بسبب حبهم. بعتقد إذا ما وقفتش معهم بهي الظروف الصعبة متى لازم أوقف. فبعتقد أنه قدرت أنه أتخطى الحزن وأوقف وأكون معهم لأنهم بحاجتي، لأنهم ياما دعموني وأنا لازم أكون معهم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه قصة الناشطة أمان الكحلوت التي استطاعت بأعمالها أن ترسم البسمة المفقودة على وجوه عدد من النازحين. كنت معكم سمية وشاح من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.